انا كنت واحده من المتظاهرين الموجودين في المظاهرات اللي ابتدت يوم الخميس اللي فات بعد ما ذبحت بورسعيد، خصوصا التنديد باهمال الشرطه، ويمكن قصدها ان هي ترتكب جريمه زي كده في حق الناس رايحين يشجعوا ماتش كوره، يعني ما بيعملوش اي حاجه. المظاهرات دي كانت مظاهرات سلميه، مفروض ان هي توصل قدام وزارة الداخلية للاعتراض على اداء الوزارة الفترة اللي فاتت وارتكابها للجرائم دي، والمطالبة باقالة وزير الداخلية واعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها. وتم رد الفعل عنيف جدا من الداخلية تجاهها، سواء بضرب الغاز او الخرطوش، وقعد استمر 4 ايام او 5 ايام. وامبارح كان في كذا محاولة من قطاعات مختلفة ان هم يعملوا تهدئة، بينزلوا يتكلموا مع المتظاهرين ان هم يبعدوا، بينزلوا يتكلموا مع الداخلية ان هي تسحب القوات جوه الوزارة، لان القوات كانت في الشوارع المدنية يعني البعيدة عن الوزارة، وما كانش في اي داعي انه يبقى فيه استفزاز للاحتكاكات تحصل. ازاي كنتوا قاعدين بتتفرجوا في الاستاد؟ قاعدين بتتفرجوا عليه في الاستاد، ما تقوموا تمسكوا اللي معاكم اعملوا الواجب معاهم. فحوالي يعني الساعة 7 ابتدى الضرب يرجع تاني، خصوصا ضرب القارب المثيرة للدموع، وكانت المصافحات بتاعة الأمن المركزي بتطلع من محيط الداخلية وشارع منصور لغاية ميدان باب اللوق، تضرب على الناس وتطاردهم سواء غاز أو خرطوش. المدرعة بدأت تطلع من جديد لأول شارع منصور لميدان الفلكي. في الوقت ده كان الناس بتجري طول الوقت، فجت المدرعة بشكل سريع جدا جدا، تهنا من بعض، ضرب خرطوش موجه مش في الهواء ومش موجه، جه تحت الرجل وجه في ناس كتير حواليا. يلا 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 اطلع 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 اطلع. المدرعة رجعت مرة تانية، وفجأة الضرب كان على الناس قليلة اللي احنا كنت واقفة، واحنا كنا من الناس قليلة كنا واقفين. فجأة أنا وقعت على جنب كده جنب صيدلية الفلكي، وكنت بدور على سلمى ما لقيتهاش حواليا. المدرعة طلعت وأنا حاولت استخبى ورا بوكس كهربا، وبس كان يعني نصي اليمين بره عشان أحاول أصور المدرعة بتعمل إيه، بس للأسف يعني ما كنتش ذكية قوي. فالراجل الملثم ضربني أول مرة في وشي وفي إيديا، فوقعت على الأرض، فضربني تاني مرة وجاب في رجليا وفي نصي التحتاني، وبعد كده الناس جت تشيلني وهم شايليني ضربني تالت مرة. كانتش بتتكلم خالص، عينيها كانت بتنزل دم، كانت مقفلة وكانت فيها ورم أزرق كده تحت عينيها، ومناخيرها كان فيه بتنزل دم، كان في خرطوشة هنا وكان في خرطوشة هنا. كانت لحظة صعبة جدا، وهي قالت لي اكلم امها، انا ما قدرتش اكلم امها في الحقيقه، صعب ان العمل ده. شلناها لحد عربيه الاسعاف، جوه عربيه الاسعاف يعني بصينا لبعض قليل لان ما كنتش عارفه ابص في وشها، وشها كان كله دم. انا اصبت بالخرطوش في وشي وفي دراعي وصدري،
وبطني والحوض ورجليا اليمين والشمال. في حوالي ما انا ما اعرفش في كام واحده لسه موجوده، بس في حوالي 33 واحده في رجلي اليمين. و العينية الحمد لله انا محظوظه، يعني فرق 4 مليمتر عن العين. انا طلباتي الاساسيه هو تسليم السلطه للبدنيين، محاسبه كل مرتكبي الجرائم من القوات المسلحه والداخليه، وضع خطه تغيير اجتماعي فوري، سواء بوضع حد ادنى للاجور، حد اقصى للاجور، حد ادنى للمعيشه، لانه الناس قامت بثوره عشان الغلب اللي هم فيه، ولغايه دلوقتي بعد سنه من الثوره مفيش اي حاجه اتغيرت. ودي حاجه احنا بننساها، انه التغيير الحقيقي هو التغيير الاجتماعي، التغيير في النظام الاقتصادي للبلد. طبعا انا شايفه ان مأزق الثوره حاليا هو ان احنا واصلين شويه الحيطه سد في طريقه التصعيد اللي احنا نقدر عليها. واحنا جربنا المظاهرات السلميه وجربنا الاعتصامات السلميه، وبنحاول طول الوقت نلاقي طرق جديده نواجه بيها النظام الديكتاتوري. واحده من اكتر الطرق دي فعاليه في العالم هي العصيان المدني، والعصيان المدني اللي بيؤدي لاضراب عام يعني كامل، بيؤدي لشلل الدوله تماما. ولما بقصد الدوله هنا انا مش بقصد مصر بتاعتنا اللي احنا بنحبها، انا بقصد الدولة الديكتاتورية اللي بتقتل وتصيب فينا كل يوم. وده بيكون اكتر طريقة سلمية فيها خسائر اقل من المقاومة للدول اللي من النوع ده. طبعا انا شايفة انه الحاجة اللي هتنجح الاضراب العام او العصيان المدني هو انه ينضم له قطاعات كبيرة من القطاعات اللي تقدر فعلا تشل حركة الدولة، اللي هم العمال والمعلمين والأطباء. فأنا بدعوهم ان هم يستجيبوا يعني لنداء الثورة، ان احنا فعلا محتاجين ان هم يقفوا جنبنا، وهم الثورة مش احنا بس يعني، وينضموا للدعوة دي سواء يوم 11 فبراير او اخر الشهر، لان في دعوة انه الإضراب يبتدي بشكل جزئي ويستمر لغاية لما يوصل لإضراب عام.